هواري بوميديان، ذلك الرئيس الشهم والزعيم الذي يعشقه كل الجزائريين، لكن ليس كلهم. فيتهم البعض هواري بوميديان بأنه لم يطلق رصاصة واحدة ضد المستعمر الفرنسي، في حين يرى آخرون أن بوميديان العسكري ثم المدني بنى الدولة الجزائرية بعد حظر التعددية النقابية والسياسية وتجميد العمل البرلماني. فهل هواري بوميديان زعيم أم طاغية؟ يرى المؤيدون لهواري بوميديان أنه وضع نهاية لسوء إدارة أحمد ابن بلة رحمه الله في انقلاب سنة 65، فيما أطلق عليه التصحيح الثوري بعد أن كان رفيقه في الدرب في أعقاب استقلال الجزائر. كون هواري بوميديان الجيش قبل الاستقلال، وعمل على الانتقال من جيش التحرير إلى جيش شعبي وحديث بعد إعادة السيادة الوطنية سنة 62، حيث يقول محيي الدين عمي مور الذي عمل في السبعينيات مستشاراً للرئيس بوميديان، جعل هواري بوميديان الجيش قوة منظمة ودعم حقيقي للدولة. ويعتبر بوميديان أبي الجيش الشعبي الوطني، كما يرى المؤيدون أنه بنى الدولة من خلال تنظيم السلطات المحلية واعتماد التقسيم الإداري حسب الولايات، حيث يقول الوزير السابق صالح قوجيل أراد إدارة خالية من الإرث الاستعماري، وبفضل وزير الداخلية أحمد مدغري تمت استعادة الحالة المدنية خاصة في جنوب البلاد، وتمت إعادة تنظيم الحماية المدنية، وتم إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة. وفي الجانب الفلاحي وتحت شعار الأرض لمن يخدمها، فرض هواري بوميديان نظام الثورة الزراعية بتأميم الأرض، وقال انتبهوا، إذا فشلت الثورة الزراعية فسوف تظلون عبيداً إلى الأبد. كما قام بتعميم التعليم وفرض الرعاية الاجتماعية المجانية، كما عمل على نشر الطلبة في جميع أنحاء البلاد في الأشغال العمومية، وهو أمر مستوحى من النظام الاشتراكي. وفي فيفري من سنة 71 قام بتأميم المحروقات، وفرض مبدأ ملك الدولة والحد من هامش مناورة الشركات الفرنسية. وفي 67 أرسل هواري بوميديان قوات لدعم الجيش المصري في الحرب ضد إسرائيل، واقترح منع بيع النفط لإنقاذ الشرف العربي بعد الكارثة. وينتقد هواري بوميديان بسبب اختياراته الاقتصادية السيئة حسب قولهم من خلال إطلاق الثورة الصناعية واعتماده على الصناعات الثقيلة، كما أن خياراته أدت إلى تفشي بيروقراطية ثقيلة باسم المركزية ومنع ظهور النخب الاقتصادية، حيث لم يكن للقطاع الخاص أي حرية في الحركة. وأنت حسب رأيك، هل هواري بوميديان زعيم أم طاغية؟